أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. تحدد الطبيعة الجغرافية والمكونات الاجتماعية والمورث الثقافي للشعوب نمط الحياة التي تعيشها، وتختار الشعوب أنظمة الحكم بما يتناسب وتنوعها وطبيعة تفاصيل بنيتها الثقافية وأنسجتها الاجتماعية والعرقية ومعتقداتها الدينية والمذهبية. وتلك هي الحالة الطبيعية الحقة التي يجب على المجتمع اليمني تقبلها والارتضاء بها والخروج عن دوائر التفكير العقيم لبعض الأطراف التي تتصادم مع طبيعة المجتمع وتطلعاته. يعتقد فلاسفة السياسة أن نظام الحكم القادر على تحقيق مقومات المدينة الفاضلة أو الجمهورية المثالية هو ذلك الذي يحقق ويضمن الحد المعقول من الأمن، الاستقرار، الحرية، العدالة، السلام الاجتماعي عن طريق المشاركة في إدارة شؤون الحكم وباستخدام أفضل الوسائل وأكثر الآليات مرونة لتحقيق مقومات الدولة الحديثة في ظل مظلة الحكم الرشيد. التحولات والمتغيرات التي شهدها العالم في السنوات المنصرمة أدت إلى إحداث تغيرات جوهرية في مضمون الأفكار، في مضمون المفاهيم السياسية والقانونية أيضاً، والتي انعكست بشكل جلي على تجربة نشوء المؤسسة السياسية في اليمن باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العالم، ولا سيما فيما يتعلق بأسس الدولة الحديثة وتحديد الملامح العامة للدستور عن طريق استكمال متطلبات قيام الدولة اليمنية. قد أكدت كثير من القرارات المهمة بواقع الأزمات السياسية في اليمن أن إعادة هيكلة نظام الحكم السياسي وإقامة حكم رشيد هو اللبنة الأساسي والخطوة الأولى التي ينطلق منها اليمنيون إلى عهد جديد أقل مركزية، أقل شمولية، حيث أن مشكلة اليمن الحقيقية فيما يتعلق بالبنية السياسية لا تكمن في عسكرة النظام أو النهج الإنمائي الفاشل أو فزاعة القاعدة، ولكن يبرز في شكل جلي في نظام السلطة المركزية الذي يبقي الموارد والنفوذ السياسي في يد فئة قليلة تتحكم في مصير البلد وخط سيره العام، وهو ما يزيد الوضع الاقتصادي صعوبة. كثير من التقارير الدولية أشارت إلى أن المزيد من المال في شكل مساعدات لن يزيد الأمور إلا تعقيدا في اليمن، بل إنه يعد سبب من شأنه أن يجعل المتنفذين في السلطة أكثر تمسكا بها في ظل غياب الشفافية، تفشي الفساد الإداري والمالي. المساعدات المتتالية التي تعهد بها المانحون منذ عام 2006 لم يتم وضعها في أسس وفي قوالب واضحة، وبالذات التي وصلت إلى نحو 4.6 مليار دولار فقط، وذلك بسبب فشل صيغة الحكم وبالذات في توجه نحو المنح ونحو القروض وتوظيفها بالشكل الأمثل. استقراء أحوال الدول التي عرفتها البلاد طوال تاريخها وبالذات منذ آلاف السنين يشير بشكل واضح بأن استقرار البلد ونظام الحكم فيه كان يقف وراءها الاعتراف بدور فاعل ومشارك لبقية الأجزاء المكونة للدولة اليمنية، وبدون ذلك فإن استقرار اليمن وبقاء موحد ومتماسك ظل أمر عسير ومكلف على الحكام وعلى أيضا على المحكومين. المجتمع اليمني كان يدفع من أمنه، كان يدفع من رخاءه، كان يدفع من حياته ثمنا لنزعات الحكم التسلطية والجماعات التي يسلطها الحكام على رقاب الشعب. فمنذ عهد كرب إيل وتر أول حاكم استطاع أن يبني دولة موحدة بأكملها الحكمة في القرن السابع قبل الميلاد كما تقول المرويات التاريخية وكما تحدث النقوش المكتشفة، حتى اليوم فإننا نجد صيغة الحكم فيها اتحادية تقوم على التكامل، تقوم على التشارك في تبادل المنافع وتقاسم الموارد. وكلما اختلت المعادلة بين الأطراف واهتز نظام الحكم فإن الصراعات كانت تسفر عن إعادة بناء تحالفات جديدة تكفل مشاركة الجميع في السلطة، تضمن حقوقهم في المنافع، تضمن حقوقهم في الخيرات، تضمن حقوقهم في التداوم. ومن هنا كانت حياة الاستقرار طويلة الأمد قديما والتي عرفتها بلاد السعيد والتي أسست حضارة ثمرة لصيغة الحكم الاتحادي. فمنذ أوائل القرن العشرين وانتهاء بالحرب العالمية الأولى والتي من نتائجها خروج العثمانيين من اليمن، تعهد يحيى حميد الدين بأنه سيمنح بقية مناطق اليمن حكم محلي لأبنائها في ممارسة شؤون الحكم والذي عرف حينها بحكم المناطق، ولكن بعد تسلمه الحكم نكث بوعده وخان تضحيات القوى اليمنية التي وقفت إلى جانبه، الأمر الذي دفع بأحرار البلد حينها تذكرة بعهودة ومواثيقة التي قطعها، وظهر ذلك على صفحات جريدة صوت اليمن التي كانت تصدر من عدن أواخر الأربعينات وبعد ثورة 48 تحديدا، كانت اللامركزية وتحقيقها من الأولويات المراد تنفيذها.
ومع أن فشل ثورة 48 حالة دون ذلك، إلا أن قادة الأحرار وطلايع المشروع الجمهوري عادوا من جديد وطالبوا الأئمة في منتصف الخمسينات بإعادة بناء الدولة اليمنية على أسس اللامركزية، وذلك كما ورد في الوثيقة المهمة جدا وهي وثيقة صادرة عن الأحرار كتبها الزبيري والنعمان تحت عنوان مطالب الشعب، حيث تحدثت الوثيقة في بيان مهم جدا عن أهمية اللامركزية، تحدثت عن مزاياها وتحدثت عن علاقتها في استقرار اليمن. وقد ظلت كتابة الأحرار منذ منتصف الأربعينات تؤكد على رفض المركزية المتهافتة التي جسدها نظام الإمامة، والتي من خلالها عمل على امتصاص خيرات البلد، امتصاص ثرواته لصالح فئة صغيرة طفحت على الجسد اليمني وأصابتها بالعلل وأصابتها بالسقم وأنتجت انسداد للتحولات الوطنية. في كثير من الأوقات كانت الحكومة لا تلبي تطلعات اليمنيين في النداء باللامركزية، وبالتالي جاءت الثورة للمطالبة بنظام حكم لامركزي محلي واسع وكامل يتيح لأبناء اليمن إدارة مناطقهم وفق قانون اللامركزية، وهم يرونه تحقيق احتياجاتهم من التنمية، احتياجاتهم من التطور. ومع ذلك لم يكون الحكم في المركز على استعداد لقبول دور وفاعل حقيقي للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها. في هذا السياق علينا أن نلتفت إلى نقطة مهمة جداً، أن الصيغة الاتحادية قد طرحت نفسها بقوة مع أول منعطف اهتزت به اليمن الواحد بعد تحقيق وحدتها في مايو من العام 1990، فبعد الاختلالات التي عصفت بين شريكي السلطة خلال عامين في المرحلة الانتقالية من تحقيق الوحدة، طرحت الأطراف اليمني صيغة الحكم الاتحادي كمخرج وسبيل لأزمة الحكم، وتم التوقيع عليها في وثيقة العهد والاتفاق في العام 1993، غير أنه جرى بعدها ما يطول عنها الحديث في هذا المقام. الأمر الذي يؤكد إلى أن مشكلتنا في اليمن ليست مع الجغرافيا وإنما مع منظومة الحكم التي تسعى لجميع خيوط السلطة وتركزها في جهاز ومركز واحد من خلال السيطرة يتم التحكم بالبلد بأكمله. وحين عجز نظام الحكم بعد 94 من تحقيق طموحات الشعب ومرت السنوات دون أن يصل اليمنيون إلى أملهم في حياة آمنة ومستقرة تسودها قيم العدالة، المواطنة، المساواة، خرج الشعب في حراك سلمي ثم خرج في ثورة واسعة، وكلهم كانوا ينطلقوا إلى إنهاء سلطة المركز التي جثمت على صدر اليمن الموحد وجعلت من حكم البلد وخيراته حكراً على فئة ومجموعة قليلة دون البقية من اليمنيين. كان من أهم نتائج مخرجات هذه الثورة العظيمة التي أجمعت عليها كل القوى اليمنية هو إعادة صياغة شكل الدولة على أسس اتحادية، وبسبب ذلك اندفع أصحاب الأوهام من جديد للاستحواذ على السلطة وعلى الثروة وشن حروب الاجتياح والانقلاب لرفض الحكم الاتحادي، لأنه يقوض مشاريعهم الأنانية ورغباتهم الطامعة في الاستئثار واصطفاء البلد لهم من دون الناس. المصادر للتوسع في هذه الحلقة المهمة جدا هنالك نظام الحكم في اليمن وخلفيته السياسية للدكتورة هدى علي علوي، أيضا الحكم الاتحادي والاستقرار مقال للباحث والكاتب محمد صلاح منشور في موقع يمن مونيتيور، وأيضا عوائق اليمن الاتحادي للدكتور محمد شداد. نذهب إياكم لمشاهدة مناظر يمنية مصحوبة بأغنية هذا اليمن للفنان عبد الرب إدريس. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة، بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبأ.